النهاردة إحنا موجودين مع حضراتكم داخل جناح كليوباترا جروب جوه معرض القاهرة الدولي، اللي النهاردة شهد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بصحبة عدد من الوزراء مثل وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل افتتاح معرض القاهرة الدولي، واللي بتنطلق فعالياته من النهاردة 15 مارس حتى يوم 24 مارس بأرض المعارض بمدينة نصر. والسنة دي المعرض بيحتفل بمرور 50 عام على تأسيسه، أي باليوبيل الذهبي. سيراميكا كليوباترا جروب هي الراعي الرسمي للمعرض هذا العام. المعرض السنة دي بيشارك فيه 10 دول عربية وإفريقية، هي تنزانيا وتوجو وكينيا والسودان وليبيا والعراق والجزائر والصين وسريلانكا، على مساحة حوالي 30,000 متر مربع. ضيف شرف المعرض هذا العام هي القارة الإفريقية، حتى إن شعار المعرض هي إفريقيا في قلب مصر، وده طبعا تعزيزا للعلاقات الإفريقية المصرية اللي ممتدة على مر التاريخ. كلمني عن نوع المعروضات اللي موجودة هنا الجديد فيها كمان. يعني بداية احنا عارضين كل جديد البورسلين، دلوقتي احنا عارضين منتج جديد متر 2060، يعتبر شركة سيراميكا كليوباترا جروب هي الشركة الأولى في مصر وفي العالم كله في إنتاج البورسلين، خاصة بالمقاسات العملاقة متر 2060 و 45×90 و 60×60 و 80×80. بيمتاز المعروضات الجديدة دلوقتي بتكنولوجيا عالية قوي، تشكيلة جديدة جدا جدا مش موجودة في أي شركة في مصر وفي العالم. الميزة الثانية احنا بنصدر لأكثر من 100 دولة حول العالم كل المنتجات، سواء بورسلين سواء سيراميك سواء صحي. بنصدر لدول افريقيه، دول شرق اسيا، دول الاتحاد الاوروبي، كل الدول العالم تقريبا. احنا دلوقتي واقفين جوه جناح من اجنحه سيراميكا كليوباترا. ده جناح سيراميكا كليوباترا، ده بيضم اكثر من 100 تصميم عالمي بالنسبه للحوائط والحمامات والمطابخ والارضيات. الجناح اللي احنا موجودين فيه، في معانا كمان حوالي اكثر من 10 حمامات ديزاينات جديده ايطاليه اول مره تتعرض، حد شافها قبل كده خالص، معروضة هنا بس في أرض المعارض. ومعانا كمان بورسلين، حاجات برضو جديدة. طبعا سيراميك كليوباترا التصميمات إيطالية، دي حاجة مش موجودة في العالم كله غير عندنا بس في كليوباترا. الصحي بتاع كليوباترا أول حاجة بتمتاز بيه دلوقتي نزل جديد المكنة الجبرة السويسي. المكنة الجبرة السويسي دي مش موجودة في معظم الشركات. دي عبارة عن إيه يا أستاذ أحمد؟ المكنة الجبرة السويسي دي عبارة عن مكنة مستوردة. الأول كان في مشاكل بالنسبة للمكنة القديمة، حاولنا نتعدى المشاكل دي وعدينا بالطقم بتاع كليوباترا، بقينا رقم واحد في السوق بالمكنه الجبر السويسي دي. المكنه الجبر السويسي دي من المكنات الممتازه ضمان 10 سنين، ده رقم واحد. كليوباترا بتتميز بالمكنه الجبر السويسي، كليوباترا بتتميز بتشكيل الفرايتي في الانواع، الفرايتي في الاشكال. لو رحت اي شركه ثانيه في الصحي مش هتلاقي مجموعه الفرايتي الموجوده في كليوباترا، ده بجانب ان في خدمه ثانيه على طقم كليوباترا ممكن يعمل لك نفس الديكور اللي في حمامك على نفس شكل الطقم. يعني انت مختاره حمام معين ممكن تعملي نفس شكل الديكور بتاع الحمام على نفس شكل الطقم. ايه اللي يميز الفنادق والمنتجعات السياحيه لكليوباترا عن اي فندق ومنتجع سياحي اخر في اي مكان في مصر؟ يعني احنا الفنادق بتاعتنا مبنيه على اساس اللكشري اوتيل، اللي هي الاوتيلات الفاخره اللي هي يعني تقضي فيها اجازه استجمام واسترخاء. يعني فيها اكبر سبا في الشرق الاوسط، في عدد حمامات سباحه، الفيوهات بتاعت الاوض، الملاعب تنس، ملاعب كوره، ملاعب فولي بول، كل حاجه موجوده عندنا بحيث اللي هي المزيل يقضي اجازه يعني تخليه يفصل عن الضغط بتاع الشغل بتاع طول الاسبوع. احنا مقدمين شويه حاجات جديده في المعرض. بالنسبه للمشاريع بتاعتنا، احنا عندنا اربع مشروعات في القاهره، دي اللي احنا في القاهره واسكندريه، دي اللي احنا منزلينها دلوقتي. عاملين عروض بالنسبه لكل الحاجات، ان احنا عاملين ان الاستلام حالا، ان الناس تستلم دلوقتي حالا، وده عكس السوق كله، ان احنا مش استلام فوري يا استاذ شريف. فوري ان هو بمجرد التعاقد الناس ممكن تستلم وتخش بيتها حالا وتسكن فيه حالا، كومباوندز كلها جاهزه. عاملين اوفرز وخصومات كتيره قوي على الكاش وعلى فكره ان الناس اللي جايه تستثمر. في نفس الوقت احنا مدين اوبشن، ان مدين قسط مريح على فكرة برضو ان العميل ممكن يدفع النهاردة ويستلم بيته ويفضل برضو يقصر تبع الشركة. شوفي أهمية معرض القاهرة الدولي وانضمامه وضمه لعدد من الدول العربية الإفريقية، يمكن السنة دي 10 دول عربية وإفريقية بيشاركوا في المعرض. شايفة أهمية المعرض ده؟ والله المعرض طبعا استفدنا منه كثير صراحة، يعني وإلا ما كنا يعني كل سنة بنجي يعني. صح. فصراحة تعرفنا على أصدقاء كثير من دول كثيرة، فتح لنا مجالات كثيرة، يعني نروح نتعامل مع دول كثيرة.
والليلة بالتحديد يعني تعرفنا على أصدقائنا في الجزائر و تعامل حلو يعني صراحة، وفتح لنا مجال يعني، وبنكون حريصين يعني إنه كل سنة لازم، فمجرد ما ينتهي بنكون شنو بنجهز للسنة الجاية. How can we increase the cooperation between Egypt and the Togo? Yes, we have to put together our business plan. It's very necessary to develop exchange, exportation from Egypt to Togo and from Togo to Egypt. But before doing that, the businessman had to know the products. What products are produced in Egypt and what products are produced in Togo. Yes. But here we show our products to Egyptmen. We show them the possibility, the potentiality of Togo. And we invite them to come to Togo as they invite us to come to Egypt to make business. مشاهدينا، بعد جولتنا السريعة داخل أروقة معرض القاهرة الدولي وداخل جناح شركة سيراميكا كليوباترا، الحقيقة إن الواحد بيحس بفخر صناعته المصرية لما بتكون بتحوطه من كل مكان في مختلف المجالات. تشجعنا النهاردة لصناعتنا المصرية في مختلف المجالات هو جزء من تشجعنا لاقتصادنا المصري اللي بنتمنى ليه كل الانتعاش إن شاء الله في المستقبل. دي كانت رسالتنا الأولى من داخل معرض القاهرة الدولي وجناح سيراميكا كليوباترا جروب الراعي الرسمي معرض القاهرة الدولي، لكن إن شاء الله دي مش رسالتنا الأخيرة، لأننا كل يوم هنكون مع حضراتكم في رسالة جديدة تنقل لكم كل جديد لحظة بلحظة.